نحكي شوية كورة، نحب نعرف تفاصيل ما تحكي وش قبل البدايات. معز حسن، انت صغير كيفاش بديت الكورة؟ انت غالي في ساعة فاير بديت في سارافيل ويب بديت بديت فرانشمون باغ ازار، معناتها قبل كنت نعمل في الهاند، ومرة قبل ما 10 11 سنة كذا قبل نعمل في الهاند، وصلت 11 سنة قلقت من الهاند، ومشيت مرة عملت مشيت مع صاحبي هو كان يلعب في الكورة، قلت له نجم نعمل اي سي معاكم، مشيت شنو هي عملت اي سي، البوست نتاعك؟ ها مشيت قول. ديريكت في الجول، مشيت ديريكت في الجول لا لا، في الهوند، في الهوند في الهاند، في جوار في جوار. الجوك دكور. وشي وصلنا دونك لفايل كيب كيب باهي نتاع الهوند. كيف به بقى على الاخر، كان في اي وسام احمد لعب هني فايل سامحني. اي اكزاكتومون، ولا كان قبل نلعب هني في الهوند، وبعد مشيت عمل كرة 11 سنة، مشيت بديت الكرة ومن هني عجبتني على الاخر وقعدت فيها. انت مغروم بالفوت، ماكش مغروم بالهوند معناها. نعم مش مغرب من الهوند، مي كيف قبل، كيف كنت قبل ما كانش نفنو بعد استاد تاع كورة، وكان فما استاد في الهوند كوتي، دونك هو اسهل حاجة لي نمشي الهوند، وبعد كيف تحولنا من دار كان عندنا استاد، وبدينا بديت الكورة عجبتني على الاخر، ولا بديت الكورة على جدو 11 ans. وعلاش اخترت الجارديان بالبوست الجارديان؟ ما لقيت في الهوند كنت جوار دو شون. علاش اخترت؟ خاطر ما نجمش نقول لك علاش، مي سا سي في كوم سا، معناتها الكوتش قال لي تحب تعمل، قلت له خلينا نمشي لجارديان، وانا من الاول ما معناتها مش كي جارديان، ما يعجبنيش ما فهمتش، جوستومون انا قلت خاطر لهم جارديان لي جون ديما ما يحبوش دو جارديان، ديما يحبوا يلعبوا، يقول لك اتاكون، ديما اتاكون. وين ناش كيف سهلني، قلت خلينا نمشي نجرب، وين مشيت جربت، بديت النقز على اليمين على اليسار، وعجبتني على الاخر البوست، وقلت هي علاش لا، خلينا كونتينيو في الفوا هذه، وبعد قالوا لي عندك حاجه تجم تعمل حاجه كبيره وكل شيء، كان تو ريست سيريو وتخدم تجم تعمل حاجه، قلت هي لا علاش لا، خلينا نجربوا وربي يسهل. فهمت. وتيست عملت تيست معناها كان كونكلو ناجح التيست. عملت تيست يعني من الاول، كيف بديت كنت مع ليكيب، معناتها كيف عملت التيست مع ليكيب 3 ولا مع ليكيب 3 ولا ليكيب 4، معناتها اخر ليكيب كيف بديت، فهمت. انت بعد قد ما عمرك بقى؟ 11 ans، 11 ans. بديت 11 ans، جي كومونسي 11 ans، وبعد كل مرة كل عام هاني بديت، معناتها بديت جو كومونسي ا بيان جوي، بديت نتعمل لي زيكيب 1 ايكيب 2 ايكيب 1، حتى لاج دو 14 ans، وبعد 15 ans مشيت لنيس فهمت. في 2013 ظهر لي هكا. في نيسا. اي نعم نيس مشيت 2010، مشيت دخلت في نيس، وكيف جاي الكونتاكت؟ انت مشيت وحدك ولا هما كلموك حبوا عليك ولا كيف بالضبط؟ نو نو عفيت، هما كلموني، كنا خاطر هي نيس مش بعيدة على سرافيت، معناتها هي بعض باش ريكروتور دي ريكروتور، هي بعض فهم يشوفوا الماتش نتاعنا، ولا عجبتهم معناتها البروفيل نتاعي عجبهم، ولا مشيت عامل دي تيست، جي في جو كوا 4 5 تيست قبل ما نمشي، جي في 4 5 تيست، وفيغ لاج دو 13 ans صححت الكونترا نتاعي، معناتها وندخل على لاج دو 15 ans. فهمت. مزيانة برشا نيسا. واه على الاخر نعم بالحق، اي سين بيل في، سين تري تري بيل في. انا بدي مشيت غادي دخت ياسر مزيان، تشبه شوية ما عرفش تعرف المرسى في تونس. وين؟ المرسى سي نعرف المرسى، وي المرسى، تشبه شوية المرسى ولا؟ وي مزيانة على الاخر، توسون كيف كيف، تو سكي دون لو سود سي باغي، توسون نيس يعني نقول لك شنو الحاجة بها في نيس، عندك ساعة ونص، عندك الفلج، وعندك من با 10 مينوت عندك البحر، معناتها سي لا سول فيل وين تجم تلقى لي دو اكستريم، فهمتك. اي والعام عامر العام كامل تلقى ديما سخونة، ديما سخونة، الناس تلقاهم برا ويخرجوا، فماش برشا برد، معناتها عندنا ما عندناش برد، وحتى مطر فماش، فما بالك في العام فماش 3 مرات مطر كهو، البرومينا دي زونغلي هذيك حاجة روعة. هكا حاجة رسمية. اه باهي 2013 طلعت سينيور هكا في نيس. اني جيت 2010 و 2000، خاطر 2010 ربحنا الكوب كومباردولا كومباردولا، وبعد جينا نطلع مع لي بروفيسيونيل، جينا نطلع مع لي بروفيسيونيل، وبشوي بشوي فهمت.
ظهر لي اول سيزون ليك بون، دخلت طلعت في سبتمبر، لعبت شتا سيزون، وبعد العام اللي بعده لعبت سيزون كامله. تتصور هذيك احسن بريود في حياتك في الكوره؟ احسن، لا ما نقولش احسن، مي كنت بريود باهية، واش ما كنت بريود باهية متاع برونتيساج، وين بديت نعرف الموند بروفيسيونيل، واش ما هو سي ان بون بيريود دو ما في، سي ان بون ايه بيريود. خاطر لعبت برشا ماتشات، تقريبا 50 ماتش لعبت، وعملت لعبت سيزون كامل. روندمون كبير برشا عملته. نتفكر حتى شفت ريزومي نتاع ماتشات، معناها روندمون كبير برشا. نحب نفهم بعد شنو هو صار معز. شنو صار كيف je pense كيف الصغار الكل كي يبداو يلعبوا 90% نقولوا من الصغار يبداو يلعبوا. je pense que j'ai eu peut-être à un moment donné où j'ai arrêté de travailler. حسيت روحي وصلت، فهمت، وقلت ça y est معناتها ولا c'est devenu facile اني نلعب اني تيتولير. voilà une période جاتني، je pense j'ai pris la grosse tête. J'ai pris la grosse tête et j'ai arrêté de travailler. والماتشات نتاعي ولا عن بيريود ما ولي معناتها فالي اني في مخي نقولوا كنت لاهي في حاجة أخرى وماش في الكورة. قلت نجم كيف نعرف هكاك شنو هي صغير ولا تحب في البيت ما تحبش تحكي فيها؟ نو هما حاجات نتاع كيف نتاع الناس الكل، كيف انت صغير وعندك شوية فلوس كل شيء تحب تخرج تحب تشيخ شوية. وش بونس معناتها لا ترانزيسيون انتر ce que je devais faire sur le terrain et le professionnalisme et le sérieux que je devais avoir, bah, je l'avais plus. Ça veut dire que j'ai arrêté de travailler, j'ai commencé un petit peu à sortir, à m'amuser avec le monde. Et le coach, il n'a pas aimé. Le coach, il m'a dit non, c'est pas bon. Du coup, il va nahen pendant, je crois, 5 matchs. Au bas, il faut déjà être sérieux, Rajan. Au bas, j'ai une période, Tarek Nanoye. تركني وياه وبعد نحاني وبعد ولا بعد نحاني الحاجة الباهية انك معناتها مستعرف اللي انت غلطت، معناها فما خاطر برشا يقول لك لونتو انا ظلمني وكذا، انت الحاجة الباهية مستعرف روحك، ما كنتش معناتها انت سيريو برشا في لونتو. نو نو فما بيريود بصراحة ما كنتش سيريو برشا هكا. ليش بقى ابخي تحب نقول لك كيف تلقاك صغير ومانك اكسبيريونس وتلقاك تلعب وعندك كل شيء الحمد لله، بقى تغد تخافيي تاخد تخافي تحب تشيخ وين هي كي الغلطة كي عملتها في بعد نقول غلطة il faut apprendre de ses erreurs. Donc je pense qu'aujourd'hui j'ai dû apprendre de mes erreurs et au le au بعد اوز يعني كي حد كي غلطت مع الانترينور كل شيء بعد كي مشي لانجلتير كلمني مشيت شكون مع هو؟ بويل، هو كلود بويل. انت كنت بويل تحكي عليه معنا من الاولى. هو معاه مش هو يمارس في الكورة دون المون بروفيسيونيل معاه بتيت الماتشات الأولين وحتى الماتشات الكل اللي عملتها معاه. معناه يأمن بيك السيد ويحبك تخدم وتوصل، معناه حتى قلت لي مشيت اكزاكتومون. لا 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 هو كان نجم. خوشمون معايا، كان جيم يحبني وكان كي الكوتش اللي تي كوم مون بير اي ما توجور الى توجور ايتي لي مو حتى اليوم ساعات يكلمني ويقول لي سافا وكل شيء كيفاش معناتها الي او توب، خوشمون الي او توب. بي قلت لي هو كلمك ساوثامبتون، مشيت بري سي موا، ما لعبتش برشا، مشيتش كيما يلزم الامور، زاد لعبت 6 ماتشات ظهر لي هكا في الاكيب الثانيه. لا مي هو نقول لك شنو الواحد ان فيت يعني كيف جيت ساوثامبتون قبل ما نجي كنت مفروب في سكافويد، جافي اون بليسيور دو 3 موا في سكافويد. كيف رجعت معناتها اول انترينمون تاع بعد البليسيور عملتهم في ساوثامبتون، معناتها هو في باله كل شيء. قال لي اجا اسمعني، قال لي الجارديان تاعي ما يعجبنيش، اجا تبدا تلعب مع لا ريزيرف ترينا. Tu prends l'expérience ou tu prends le rythme de la première ligue. J'ai fait 12 matchs. Les deux derniers matchs, c'était Middlesbrough ou je sais plus c'était qui, je crois c'était Chelsea. Voilà, je crois. J'ai fait un match, 12 matchs. Je me suis préparé, j'ai commencé à être bien à l'entraînement, je commence à avoir le niveau et tout. Au kiff j'ai les deux derniers matchs. قبل ما يجيو دو دو ماتش طردوه تفاصيل. وبعد شكون لاجوان لاجوان فوالا لاجوان سيتي ان انجلي لابا با لي انجلي زيمي با ترو لي فرونسي حتى شو اسمه فكر فما سوفيان بوفال ما يلعبوش برشا فهمت زيمي با بوكو. علي دوكو علاش ما جانيش زهر ما عنديش زهر في غادي
بعد شعملت بعد رجعت في نيس، هو كلمني قال يسمعني تو طردوني كل شيء، يعني كنا لقيت حاجة تنكلمك وقال لي لازم تلعب ولا اني سمعته. رجعت النيس الكوتش كان فما لوسيان فابو، كيف رجعت هو لوسيان فابو، ولوسيان فابو قال لي وين حبيت تقعد وكل شيء، واني ما حبيتش خاطر حبيت نلعب، حبيت نبدل شويه جو، فهمت من نيس خاطر كنت عندي برشا في نيس، حبيت نبدل شويه جو ومشيت شاتوغو، ومن شاتوغو بديت لي غوست.